السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حل كتاب جوينت ثانوية عامة 2024. النهاردة هنحل ونشرح الآخر جزء في يونت 5، اللي هو الجزء المتعلق بالسكيلز، سواء رايتنج أو سواء ترانسليشن. ويتبقى لنا بعدها جزء الأوبن بوك، اللي هو اللي فيه أسئلة من السنوات السابقة في القواعد المتراكمة عليك والتست. ده هيكون في الفيديو بتاع النهارده، ده الفيديو الاخير او دي الحصه الاخيره المتعلقه بيونت 5. ان شاء الله الواحد يعني يحاول على قد ما يقدر، حتى وفي واحنا بنعمل اكسبورت للفيديو احاول اسجل كمان يونت 6، بحيث كده يا استاذ يبقى انت برضو الوحده السته دي برضو هتبقى 3 فيديوهات. الفيديو الاول احنا بناخد فيه ليسون 1 2 سواء كلمات او سواء كان جرامر. الفيديو التاني بناخد فيه 3 4 نفس الفكرة برضو، كلمات وجرامر. والفيديو الأخير بناخد فيه السكيلز والأوبن بوك والتست. 3 فيديوهات، يبقى أنت كده خلصنا الترم الأول. بقى برضو فيديوهين، اللي هو بنك الأسئلة على يونت 1 و 2 و 3. ده أنا هعملها بشكل مراجعة، أنت تراجع معايا يونت 1 و 2 و 3. أنا هشرح أهم المين بوينتس أو النقاط المهمة في أول 3 وحدات، ونبدأ نحل بنك الأسئلة اللي عندك المتراكم، سواء أسئلة كلمات أو قواعد، أو في برضه رايتنج وفي سكيلز. تمام. بالنسبة للقصة أنا بشرحها على قناة طالب تربية. القناة دي متعلقة بشرح الروايات والمسرحيات والمواد التخصص لكلية التربية، اللي من ضمنها برضه النوفل أو الرواية اللي أنت بتاخدها بتاعت Great Expectations أو اللي هي لتشارلز ديكنز. تمام. دلوقتي بقى كده يا مستر، انت تفتح عايز الكشكول بتاعك اللي انا متفق معاك عليه من اول السنه، اللي انت بتسجل ورايا فيه الملاحظات وعامله للقناه بتاعتنا وعامله للكتاب بتاعنا، سواء انت بتتابع بالكتاب ده انت شاريه اضافي لنا او انت بتتابع مع حاجه اضافيه لك للتيشر بتاعك. يعني افتح كده كتابك صفحه 209 الجزء الاخير اللي هو الرايتنج، وتابع معايا. اول سؤال يا مستر، تابع كده جزء الرايتنج ده، اصلا جزء مهم ان شاء الله احنا هندلنا الدنيا في الكورس بتاع الرايتنج، وهيبقى متوفر قريب ان شاء الله. طبعا مستر بقول لك which of the following، اي من الجمل التاليه علامات الترقيم بتاعتها punctuated هي correctly بشكل صحيح. لو جيت بسيطه يا مستر كده على الخلاف، طبعا الجملة التانية مش معانا لان منى مش جاي بعدها كومة، لان ده يعتبر نداء. طبعا هي مش بتيجي برضو سيمي كولون، يبقى الاخيرة مش معانا واللابل الاخيرة مش معانا، يبقى كده الاختيار الايه؟ الاختيار الاول. Which of the following is correctly structured؟ برضو هنا استاذ، بس خلي بالك بقى هنا قايم شوية على حتة الجرامر. لما انا بقول لك يا مستر باي زائد فترة، الفترة دي ايه؟ مستقبلي، يبقى انا كده رايح في حاجه اسمها المستقبل التام، اللي هو بيكون منها يا مستر بيكون ما بين ويل هاف زائد التصريف الايه؟ زائد التصريف الثالث. يبقى هنا باي ذا نيكست يبقى ويل هاف بوت ا نيو كار، بحلول ايه؟ السنه اللي جايه انا هشتري عربيه وهكون تميت شراء عربيه جديده. لسه قايل لك من شويه طالما في نداء يبقى مستر هنا لازم كوما، يبقى انا احذف الايه؟ احذف الاخير. طيب هنا برضو هحذف دي لعدم وجود كوما برضو ما بين الجملتين. يتبقى لك يا مستر ا بارت تايم، هنا المفروض في داش، يبقى انا هحذف دي، يبقى الاختيار هو الاختيار ايه؟ الاختيار سي هو الصح. ابن كوما برضو دي صح يا مستر. هنا هبص على الخلاف. بص يا سيدي، انا عندي حاجه اسمها الكولن. الكولن ده مستر بتتحط امتى؟ بيقول لك لا سبجكتس في 6 مواد. طب 6 مواد ده بيقولوا عليها بتوع اللغه العربيه اجمال بعد تفصيل. طب ده الاجمال اهو، انا جيت فصلت هنا يا مستر، يبقى انا المفروض لازم اعمل كولن، يبقى دي غلط ودي برضه غلط، يبقى انا ماشي في الاثنين دول يا مستر كده. بيقول لك هنا احمد ستاديد 6 سبجكتس لاست تيرم، الفرق ما بين الاثنين بقى يا مستر ما بين بي وما بين سي؟ الفرق اللي هنا عربك المفروض هنا في كومه، لان دي ماده منفصله عن ماده، يبقى دي برضو غلط، يبقى انا هختار الاختيار ايه برضو؟ هختار
هختار الاختيار سي. وشوف the following sentence is punctuation، برضو نفس الفكرة برضو، طالما في هنا أستاذ نداء يبقى أنا هحذف دي لعدم وجود كوما. همشي يا مستر كده ما بينهم، هحذف دي برضو لأن دي كابيتال، يبقى كده الأولى مش معانا والأخيرة برضو مش معانا. وهنا دي هنا في علامة استفهام يا أستاذ، إنما هنا مفيش علامة استفهام، وده طبعا سؤال محتاج لعلامة استفهام، يبقى دي برضو مش معانا، يبقى أنا هختار الاختيار إيه؟ اختار الاختيار سي. وتشوف the following sentence is برضه يا استاذ ايه اللي الصح هنا، يبقى انا اختار الصح على طول رقم ايه، رقم سي. طب ليه يا استاذ رقم سي؟ لان هنا المفروض يبقى فيه كوما، تمام. طب اللي جوه الاقواس ده سؤال صح، يبقى المفروض في علامه استفهام، يبقى دي برضه اكيد ان دي غلط. لازم علامه استفهام يا جماعه تبقى موجوده جوه القوس، يبقى هنا دي بره القوس، بره الكوت اللي هو علامه التنصيص، يبقى دي برضه غلط ودي برضه ايه غلط، يبقى انا اختار الاختيار انهو الاختيار رقم سي. وشوف the following sentence ايه الجمل برضو هنا يا استاذ سبعة، بيقول لك برضو الجملة الصح ايه، الجملة الصح هنا برضو رقم سي. خلي بالك معظم الاختيارات هنا الصح هي سي في الصفحة اللي انا بقول لك عليها دي. ليه يا استاذ؟ لان هنا you are right، انا عايز فاعل ثم فعل، فما ينفعش اقول لك you are right، دي كده ما ينفعش، ولا برضو دي تنفع ولا دي برضو تنفع. لا يو ار رايت فاعل، فعل ايه جاي بعده صفه، طبعا انت محق انك تقلق، سيد ذا تيتشر، التيتشر ايه هو اللي ايه هو اللي قالك. اخر جمله في الصفحه استاذ، بندور برضو على الجمله الصح، طالما هنا ريدر انا لازم اخد كوما لان دي حاجه اسمها نداء. بتمشي يا استاذ هنا، بتلاقي برضو هنا اوبن مايند، ده كلمه تايم بارت اللي انا لسه واخدها لك، بس عايز اقول لك برضو على حاجه، انت كده قلت لك التانية دي مش معانا صح كده، التانية قلت لك دي ايه غلط. بيقول لك the leader who managed to unite his people، تفرق يا استاذ دي عندي، تفرق ان هنا open mind وهنا open mind وهنا open mind. طبعا انا مش هاخد اللي هي لازقه في بعضها دي، يبقى دي برضه غلط يا استاذ، يبقى دي غلط ودي غلط. تعالى كده على رقم دي، يبقى هنا في داش وهنا ما في، اختار بقى اللي هو انه اختار ايه الاولى، يبقى انا اختار رقم ايه، رقم ايه open minded، هي بتتكتب بالمنظر اللي مكتوب عندك ده. طيب ايه اللي بتذكر الصفحه؟ ايه الناس اللي بعتت لنا يا مستر انا ما كنتش بعرف احل الترجمه، الترجمه يا جماعه سهله وبسيطه، ترجمه مدارس كتير، وانا قلت لك على حوار الترجمه ده قبل كده، قلت لك الترجمه كذا مدرسه، المدرسه اللي احنا بنحل بيها دي هي المدرسه المتعارف عليها ما بين الطلبه واللي بتسهل لك الدنيا واللي بيخليك تحل، بس هي غلط، واصلا الترجمه ما بتبقاش اختياري، الترجمه الاختياري دي ما بتعملش الطالب، وكل المدرسين مجمعين على كده مش انا لوحدي، كلهم اجمع ان الترجمه بشكل الاختياري ما بتخلكش تحفظ كلمات خارجيه، ما بتخلكش تعرف مبنى الاستراكشر بتاع الجمله، ازاي تكتب الجمله، فنيات تحول الجمله من عربي لانجليزي ومن انجليزي لعربي، فانت بتطلع يعني هاشش. بعد كده لما تيجي تخش مثلا ألسن، او تخش اداب، او تخش تربيه، هتتعب، هتتعب جامد، او حتى بخش مثلا حقوق انجليزي او تجاره انجليزي او اي حاجه لها علاقه بالانجليزي، هتبقى ضعيف غير اللي تحتاج بقى تاخد كورس في الترجمه. فعامه احنا بنختار الحاجه اللي من خلالها انت تقدر ايه تحصل على الدرجه، لان خلي بالك هي بدرجتين، كل واحده بدرجتين في الامتحان. انت بتمشي كده يا استاذ، تساعد التكنولوجيا، تساعدت، يبقى انا ساعدت دي بره الموضوع، هي ممكن يكون فيها بعض لايك بسيط كده، لان احنا واخدين ده سكانر على ايدينا، يعني مش ما كانش متوفر بي دي اف، يبقى دي كده غلط يا استاذ. ايه الاختراعات العلميه، يبقى دي ايه احذفها خالص. على ايه تحقيق، تحقيق تحقيق تقدم حقيقي في جميع المجالات. خلي بالك هنا بقول لك هنا البلدان، الارياف، البلدان، يبقى الارياف برضه يا استاذ بعيد عن الايه، عن الموضوع. يبقى هنا يا استاذ انا بفكر في الاولى، وبفكر في انهي، بفكر في الاولى وبفكر في الاخيره. تساعد التكنولوجيا الحديثة، هنا تساعد التكنولوجيا الحديثة والاختراعات العملية، وهنا قال لك العلمية، هنا عملية وهنا علم. أرجع لنص الجملة الأصلي بقى يا أستاذ، قال لك ساينتفك يبقى علمي، طالما علمي يبقى أنا أختار الاختيار أنه الاختيار دي هو الصح. من عادات الأكل السيئة تناول وجبات تحتوي على الكثير من الدهون، هنا برضو من عادات الأكل، من عادات الأكل هي. يبقى الأخيرة بيقول لك المنتشرة، يبقى المنتشرة بعيدة عني، بعيدة خالص، يبقى دي غلط، ما بصش فيها.
يبقى أساس هنا تناول أطباق وجبات، وجبات هنا وجبات أهي، وجبات هنا أطباق، يبقى برضه أطباق بعيد عني، وسيؤدي إلى زيادة كبيرة، زيادة ضئيلة. أرجع لنص الجملة الأصلي، لطف فات، يبقى كثير من الدهون أهو. This leads to a significant increase. يبقى أنا آخد بقى ترجم الحتة دي يا أستاذ، يبقى دي معناها زيادة إيه؟ زيادة كبيرة. يبقى أنا أختار أنهو، أختار الاختيار ألف هو الصح. إذا يا أستاذ على رقم 3 وآخر واحدة في الترجمة من إنجليزي لعربي، السياحة البيئية هي نوع جديد. طبعا أنا عندي قديم، يبقى قديم مش معايا، احذف كلمة قديم. نوع جديد من السياحة التي تجذب، هنا تدعو، تدعو يبقى تدعو بره، يبقى أنا كده آخر اتنين إيه؟ آخر اتنين بره عني. يبقى أنا هبص كده بقى على إيه؟ على أول اتنين. العديد من السياح من جميع أنحاء العالم للتمتع ببيئة نظيفة ومجانية، هنا مجانية، هنا خيالية. أرجع لنفس الجملة الأصلي، هلاقي كلمة فري، فري يعني مجاني، وأنا أختار الاختيار الإيه؟ الاختيار الأول. ننزل برضو هي نفس الفكرة تحت أستاذ، الـ teamwork is the best way to، ما ينفعش أقول to successful لأن to be وحدها الفعل في المصدر، إنما successful هنا إيه؟ هنا صفر. In any field H، هنا طبعا قول بعيد عن الموضوع، يبقى أنا عندي هنا أستاذ H و H، member of groups deals وهنا deal. يبقى أنا أختار أنهي؟ أختار deals، أحط لها إس يا أستاذ لأن H الفعل بتاعها مفرد، يبقى انا مفرد طالما انا هحط له ايه؟ هحط له اس. دي تميل شويه الى جانب الجرامر، تعتمد على انت عارف حته اتش بتاخد الفعل مفرد، انما يعود عليها ضمير الايه؟ يعود عليها ضمير الجمع. يبقى احنا كده اخترنا الاختيار انه الاختيار ايه؟ الاختيار سي. بعد كده يا استاذ نتعلم اللغات، أو لتعلم نتعلم اللغات لتكون قادرين على الاستفادة من ثقافات الشعوب الأخرى وتقدمهم العملي. We learn languages، إحنا بنتعلم to able to benefit. بص الاختلاف هنا برضه يا أستاذ، هتلاقي هنا another، يحذف another، بعيدة بره عن الموضوع. هنا إيه ده يا أستاذ؟ peoples، خلي بالك peoples معناها الشعوب، يبقى هي أصلا آخرها اس، فمن الاخيره اس ما ينفعش احط لها ابوستروف اس، فانا برضه دي بره عن الموضوع. يبقى هنا يا استاذ قال لك ايه؟ تمام، يبقى دي معانا ودي معانا. هنا بيقول لك كالتشر وهنا اجريكالتشرز. يبقى هنا ما فيش حته الزراعه، يبقى انا هختار هنا الايه؟ كالتشرز، الثقافه والتقدم. يبقى انا هختار الاختيار الاول اللي هو الاختيار ايه؟ هو الصح. اخر واحده، يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. انا بقول لك achieving self. بص يا سيدي هعطيك برضه نوع على الغلط، هنا تحذف طبعا كلمة acquire، acquire مش معانا، يتطلب اسمها requires. هنا هلاقي برضه كلمة، هنا بقول لك understand the method، وهنا بقول لك هنا method و method، يبقى انا برضو هحذف ميثود لان اللي بي جمع، بحذفها يا استاذ. هي برضو بيقول لك هنا ارتفيشال، يا جماعه ارتفيشال معناها اصطناعي مش صناعي، يبقى انا هحذفها برضو عشان ارتفيشال. يبقى انا كده عندي سي ودي، يبقى نرجع تاني هنا من الاول. هنشوف الاختلاف اند اندستريال ميثود وهنا اندستريال ميثود، يبقى انا اختار الجمع لان بقول لك اسامي، يبقى الاختيار هنا اختيار ايه؟ الاختيار رقم دي. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزء السكيلز سواء كان رايتنج او ترانسليشن. الجزء اللي هو بالي ده يا استاذ اللي هو المقال. تمام، نفتح بقى كده صفحه 212 على طول، اللي هو الجزء رقم ايه؟ اللي هو الاوبن بوك. الاوبن بوك زي ما انا قلت لك هو عامله لك شكل صفحتين، 212 و 213، وطبعا بعد كده بقى ايه؟ عندك التيست ان شاء الله، ده اللي هيبقى موجود يعني في الحصه دي. تعالى كده 212 والتيست ده والاوبن بوك ده، احنا كنا شارحين قبل كده الدنيا فيها تبقى عامله ازاي. ايه اول حاجه؟ الراجل مصنف لك الدنيا، فالدنيا بالنسبه لك سهله. ليه؟ لان الراجل هو قال لك هنا ده كده جاي لك على ايه وان وثاء ونقطة،
ده كده جاي لك على قاعدة اف، تحت منه pronouns وعلى ال question tag، تحت منه so و such و to و enough، تحت منه على ال linking words أو الكلمات اللي هي الإيه ال conjunction أو اللي هي بتربط ما بين الاتنين. فأنت عارف السؤال جاي لك في حتة. My God يا إلهي what a messy أو what a mess. يبقى دي اسمه أسلوب التعجب، بختار what what a زائد صفة زائد علامة إيه؟ زائد علامة تحكم. What a beautiful girl. What a mess. يا لهوي مثلا من فوضى. It's awful. حاجة مقرفة يعني مقززة. رقم اتنين يا جماعة نقط لانجوج. بص بقى صلي بينا على حضرة النبي، كان الحتة دي جديدة وضيفها عندك. القاعدة دي على أولى ثانوي مش تبقى عارف. طبعا أنت هي مش عليك بشكل مفصل أو مفيش يونت بيتكلم عليها بشكل صريح. فالدنيا بالنسبه لك هتبقى شكل تراكمي، وخلي بالك بتيجي في الامتحانات. لما اجي اقول يا جماعه انجليش او عربيك او اي لغه في العالم ما بتاخدش اي حاجه خالص، انما وجود كلمه لانجويج دي كده خلاها تاخد ذا، خلاها تاخد ايه ذا. فبقت ذا انجليش لانجويج از امبورتنت تو ستادي. طب احذف لانجويج مش بتاخد حاجه خالص، تبقى انجليش از امبورتنت تو ستادي ات اور سكولز. I need not advice. Advice لا تعد يا جماعة، لا تعد، فهي بتاخد صم، بتاخد صم عادي خالص. طب ليه ما ينفعش اخد ان؟ مفيش مفرد، حاجة ما بتتعدش. طيب ذا برضه انا عايز اقول لك على حاجة، صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. لما اقول لك ذا وصفة ده هي كده عبارة عن جمع. يعني يا استاذ يبقى لما اقول لك ذا ريتش، تعالى ناخدها كده بسرعة في الله. في الوايت بورد، يمكن الوايت بورد دي ما فتحناهاش بقالنا كتير. لما اجي اقول لك كلمه بور بيبل، يعني ايه اساس كلمه بور بيبل؟ يعني الناس الفقراء. طب دي انا هسويها بايه؟ هسويها بكلمه ذا بور. نفس الكلام، ها يونج بيبل ممكن اقول لك ذا يونج، ريتش بيبل ممكن اقول لك ذا ريتش. الوايت بورد هنا فيها مشكله. طب هرجع تاني للسبوره بتاعتنا. يبقى لما اقول لك the poor معناها الفقراء، ممكن اشيل poor واقول لك rich معناها الاغنياء، the young الشباب. كويس، يبقى انا خدت ده ايه the rich، يجب ان هم يساعدوا ال poor people. يبقى انا ممكن اشيل لك ال poor people ده يا استاذ واقول لك the poor. اتفقنا؟ طيب قاعدة اف يا استاذ، قاعدة اف انا حتى كنت بشرحها عندي في الدرس. كنت سايب لها يعني مصور الحصة، مصور البورت، ممكن ابقى ابعتها ان شاء الله على الجروب النهارده، ممكن ابقى انشرها برضه عندي على الفيس. كويس، يعني ملخصه كده عاملاها زي شجره كده، فالدنيا فيها كانت كويس. هنا يا استاذ ايه دي؟ ده كده اس صح، يبقى انا كده حاله اولى. يبقى نروح الناحيه الثانيه، مضارع بسيط مضارع بسيط، مضارع بسيط ويل والمصدر، يبقى هو والمصدر يبقى ويل بليز. طيب هنا يا استاذ ادي اف، دي حاله ثانيه، ده ماضي، ده ايه ده؟ بيعرفك اللي هو ماضي لانه لو كان مضارع كان حط اس، لان ده هي. اتفقنا يا استاذ؟ طيب يبقى انا هختار ايه؟ هختار وود، لان هي وود دي في الحاله الثانيه. هنا برضو وود اهي، يبقى انا حاله ثانيه، يبقى انا هختار وير. طب ليه يا استاذ وير؟ هي اي بتاخد وير؟ قال لك تاخد وير لو في حاله الايه؟ بيقول لك لو كنت مدرس، بس انت ما كنتش مدرس. اتفقنا؟ انت مش مدرس ليه؟ انت مش خريج تربيه، احنا خريجين تربيه احنا مدرسين. اتفقنا؟ انما الجماعه اللي كل حصه بنجيب سيرتهم بتاع كليه الطب، واستاذ فلان بتاع الاحياء، واستاذ علام بتاع الكيمياء، انت مالك يا عم مال التدريس؟ واول ما يطلع لايف اول كلمه يقولها اربع كليات انصحك ما تخصكمش، اول واحده كليه التربيه. مش عارف مش عارف، يقول لك اصل المدرسين بقوا ياما. طب ما واضح الصراحه، اكبر دليل ان انت سبت ياما ومش عارفين يشرحوا، فانت سبت المهنه وجيت تشتغل في يلا ارزاق. Of course I'd like، أنا حابب، طالما في I would like. بص أنا عايز أقول لك على حاجة برضه، I would like ضمير مفعول تو المصدر، I'd like them to، تمام؟ يعني ضمير مفعول عامة، وبعدين تو الإيه؟ تو المصدر. عامة I'd like to، I'd love to، I'd love to، I'd prefer to، طالما في would like خد تو على طول. اي ذا يونج لسه قايل لك عليها من شويه، معناها الشباب، اللي هي كانت اصلها ايه بقى؟ كانت اصلها يونج، يونج مين؟ يونج بيبول، يونج ايه؟ لحظه
قد أصلح يانج بي. يانج ماشي. الشباب بنوا المدينة، عايز اقول لك بأنفسهم، يبقى by themselves، اتفقنا؟ طيب he has finished his work، هو انهى الواجب، يبقى hasn't he. اوعى تتخدع من الطلبة اللي تتخدع وتقول لك ده اصدار اس اختصار is، اقول لك لا اوعى، هنا اختصار has، has والتصريف التالت. we don't think، احنا لا نعتقد ان هي ويل. هنا الطلبه بتتلاقى في الاستاذ يقول لك هنا اروح على دونت ولا اروح على ويل، طالما هي منفيه اروح على ويل. طالما بص يا سيدي، هنا بيقول لك ايه، انا ما اعتقدش ان هو ويل ايه، ويل وين ذا ريس، ان هو هيفوز بالسباق، يبقى انا ويل هي. اتفقنا؟ انزل على تحت، القاعده دي مكرره عليك سو so such و to، لسه شرحها النهارده حتى عندي في الدرس. ال دي يونت 6، ده نهاية يونت 6 اللي هو ليسون 3 و 4 في يونت ايه، يونت 6. اسمع يا جماعة، الكتاب سينيور ان شاء الله، انا يمكن الاسبوع ده كله اجازة من المدرسة، فاحنا هنحاول نشد فيه على قد ما نقدر في القناة. المطلوب منك بس ان انت تحاول تشير لينك القناة في الجروبس بتاعتك، سواء تليجرام او سواء واتس او سواء فيس، بحيث الدنيا تبدأ يعني تفتح معايا، فتفتح معانا تبدا ايه، تحط لها وقت وتبقى انت مرتبط بالناس دي. اتفقنا؟ is it worth spending time. كلمه طيب يا جماعه هي لا تعد، فطالما لا تعد بتاخد much، يبقى so much. اتفقنا؟ there weren't not stuff to write all news، يبقى enough. enough stuff، enough بيجي بعدها اسم معناها كافي. it wasn't a great holiday. I had not exciting time. كلمة exciting هي صفة، صفة جاي بعدها اسم، يبقى أنا هختار هنا such an. such إيه؟ such an. طب ليه اخترت an؟ لأن هنا exciting جاي تبدأ ب vowel، vowel يعني حرف متحرك، الحرف المتحرك ده زي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U بياخد an. lagging words بقى بيقول لك نقط he has got، اللي هو حصل على وظيفة كويسة، ان هو مش سعيد، يبقى على الرغم من، هي also على الرغم ان هو متوظف في وظيفة كويسة ان هو مش سعيد. محمد studies hard، محمد ذاكر بجد، نقط he isn't getting good grades، ولكن but تفيد التناقض، بتيجي في نص الجملة. حد يجي يقول لي يا استاذ ما كلمة despite برضه معناها على الرغم. بص يا سيدي، دي بي وعدها اسم او فيرب اي ان جي، بيقولوا عليها فراجمنت في الجماعه بتوع اللغه بقى، بتوع التربيه يعني، متخصصين في الكلام ده. 17 بيقول لك نقط بافاراتي، بفرط يا جماعه اسم معناه الفقر. قال لك هي بروت او هي بوت ا لارج فيلا، وات ايفر بافاراتي هي سافرت، عادي. طب انا عايز اقول لك، في واحد يقول لك طب ليه انا ما خدتش however او ليه خدت although، ده سؤال بره، انت كده تثبت اسمه في الباي ان جي مش معانا. بص يا سيدي، although عايزه جمله كامله، فاعل فعلي مفعول. طب هنا الجمله جايه مش مترتبه، يبقى انا اخترت whatever. whatever بفرض ان whatever بيجي عايزه اسم، بالرغم من الفقر اللي هو بيعاني، هو اشترى فيلا كبيره، ممكن يكون لها اثار يعني في يوم وليله، فالدنيا فتحت معاه. تمام. طيب ده جزء الاوبن بوك الاول اللي هو مدرسه. تعالى بقى على جزء الاوبن بوك الثاني، بيقول لك هنا الريتشوال لانجويج برضه، ان جنرال كوليكشنز بروبوزيشنز لانجويج نوتس، ده عباره عن لانجويج نوتس بقى، ملاحظات كده على حروف الجر وحاجات جميله برضه متجمعه قبل ما اخش في التيست على طول. بيقول لك يو شود كير، طبعا كلمه كير تاخد اسمها كير ايه، غير كده القلم، اسمها كير فور، اعتني بصحتك، توريزم السياحه. طب بتوظف، انا عايز فاعل فعلي مفعول، طالما هنا الفعل بقى اسمه امبلوايز. هاد ا باد امباكت، انا عايز اسم، لان صفه تصف الاسم وتاتي قبله، يبقى هنا عايز اسم، كلمه امباكت هي اللي تمشي اسم، اللي بتساوي انفلوينس بتساوي افكت.
they will build a villa if if ايه if needed. خلي بالك هنا هتاخد ايه ايه اللي هو needed تصريف ثالث. إيه برضه يا استاذ؟ بص بقى هنا هي هتزور ملك if necessary. هي American accent necessary زي ordinary زي dictionary كل ال February January كل الجماعة دول الأمريكان بيحبوا النطق بالطريقة دي. his low mark درجاته القليلة في الامتحان. what the result of كانت نتيجة الإهمال. the old man was found الراجل العجوز وجد نقط. طالما هنا وجد يبقى أنا عايز بعدها ميت. يعني أنا وجد إيه؟ وجد ميت. طب الصفة بقى اللي هي إيه دي؟ اتفقنا؟ research has proved البحث العلمي أثبت أن معظم الأمراض القلبية. أنا عايز أقول لك بسبب أو تأتي من. فأنا أختار إيه وبي؟ تأتي من التدخين. raise from أو come from. he likes his job as it's very لا هو بيحب وظيفته لأن qualified. عشان تتجنب من إصابتك بالأمراض avoid direct with the ill people. وبعد تختار communicate وتقول له استاذ ما communicate with. communicate with تتواصل معه ممكن يكون بالفون ممكن يكون شات. فهنا contact. his last novel روايته الأخيرة was a نقط. هي كانت a success كانت نجاح. أنا عايز اسم. we don't نقط. خلي بالك عشان السؤال رقم 12 و 13 هم نفس الفكرة بس هنا قال لك don't وهنا قال لك do. احنا ما بنسألش. يبقى هنا question النصيحة من الناس اللي احنا بنحبهم. انما احنا هنا we do give we do take عفوا take. بص يا سيدي انت عامة انا دلوقتي انت بتحب عبد الرؤوف لانه بشرح لك وبسط لك المعلومة فهو جه نصحك نصيحة فانت او انتوا كطلبة تالت ثانوي يقول لك we do take. احنا do take توكيد زي وي تيك بالظبط بس دو تيك معناه بالتوكيد. وي دو تيك ادفايس بناخد النصيحه من البيبل وي لاف اند ريسبكت الشخص اللي انا بحبه وبحترمه. انما السؤال اللي فوق بقى اللي هو رقم 12 وي دونت كويستشن. كلمه كويستشن هنا سؤال جاي سؤال بمعنى يسال يعني ادفايس فروم بيبل هو لاف. وصل لك؟ كمل يا استاذ. I like technology انا بحب التكنولوجيا a lot it helps me. تهلب مفعول تو والمصدر يا باشا او مصدر بدون تو يبقى انا هختار هنا ايه find. the power الطاقة او الفشل يعني failures هنا caused بسبب نجرح حتة تانية ماشي. keep in touch اسمها keep in touch with على بعضها يا استاذ عبد الرؤوف اهي keep in touch with keep in touch with. سوري انا اسف اللي انا قطعتك انت please نقط اون carry on زي go on زي continue معلش excuse me اسف اني قطعتك اتفضل كمل. he took my bag instead اسمها instead of سهله instead of 19 take this map with you خد الخريطة دي معاك it's so not get lost عشان تضل الطريق تاخد جيتك معاك get lost. they هما بيلعبوا very نقط قالك they lost the match يبقى هما very bad بس انا عايز اقولك على حاجة played very بص هنا هي played دي ايه فعل صح يبقى انا عايز ايه هنا عايز حال يبقى الحال bad day. graduate اسمها graduate of لان اللي جاي بعدها اسم الجامعة جامعة سوهاج. المؤهلات qualification are important ولكن practical experience خبرة العملية خبرة العملية. وانا عايز اقف عند الجملة دي شوية فلان ده معاه ايلتس
فلان ده معاه سلتة، فلان ده معاه ايلتس، والسلتة دي شهادات عندنا احنا في تربية او كناس بتدرس انجليزي يعني. فلان ده بس مش شغال على ارض الواقع، وصل سنه مثلا 40 سنة و50 سنة بس ما اشتغلش. لما فلان التاني ده شغال من هو ستودنت، من هو طالب في الكلية في تانية، كلية اشتغل في تانية في تالتة في رابعة، السنة دي هو خريج، فقاله 4 سنين او 5 سنين شغال في ال بلس تربية عملي بلس مدرسة لغات بلس، فهو قوي. انت بتسمع حد صغير في السن بس هو قادر يوصل لك المعلومة، شخص كبير ما مش عارف يوصلها لك، او واحد بقاله في المجال ده مثلا بقاله كام سنة وصل لك. فهي الجملة دي بتشرح الموضوع ده. He is well educated، اتعلم كويس. يقول لك هو حضر an international school before joining the American university، كان في مدرسة دولية قبل الجامعة الايه الامريكية. احنا كده خلصنا السكيلز، خلصنا الاوبن بوك، توقع لك التيست. احنا كده وصلنا نص ساعة اهي، هنبدأ ناخد ريست 5 دقايق او 10 دقايق، تقدر تعمل اي حاجة تشربها لما نيجي للتيست. وعود نفسك برضو، ده اعتقد تبقى خاصية البرومودورو، تاخد نص ساعة او 25 دقيقة و5 دقايق بقوم اعمل ستريتش، اعمل تمارين، اشرب ميه، اجيب اي حاجه جدد نشاطي. حط الحته دي عندك، دي ادفايس، نصيحه عليك يعني. ما تقعدش طويل المدى قدام فيديو او قدام سيشن حصه مثلا، سواء كانت اونلاين او سواء كانت حتى في درس. قول المدرس بتاعك كده قاعد معاك ساعه ساعتين في الدرس، قول له عايزين 5 دقايق في نص الحصه، لو هجيب حتى اكل من بره سناك خفيف هاكلها في نص الدرس، تمام؟ عشان بس تقدر تستوعب. ده الصح على فكره، تمام؟ 5 دقايق كده وان شاء الله هنكمل ايه بعد البريك. مستر بقى كمل يا مستر معانا التيست، كتابك صفحة 214. التيست ده هو الموديل او النموذج اللي هيجيلك يا مستر في الامتحان. يعني ايه يا استاذ؟ يعني هو عبارة عن 15 جملة اختياري، عبارة عن قطعتين، عبارة عن 2 ترجمة وسؤالين قصة و رايتنج. ده شكل النموذج اللي هيجيلك زيه في امتحان اخر السنة ان شاء الله. ركز كده بقى يا مستر معايا. بيقول لك يا استاذ if the climate gets drier، يعني ايه يا استاذ الكلام ده؟ بيقول لك لو الكلايمت طبعا اللي هو الايه؟ المناخ. لو المناخ gets drier اصبح اجف، then بعد ذلك the نقط conclusion is that، ختام القول يعني، ان even more drought will occur. كلمة الدرو ده معناها الجفاف. طب بيقول لك هنا يا استاذ الجفاف، الجفاف ايه بقى يا استاذ؟ ها هيحدث. يبقى هنا اختار ايه؟ logical conclusion، يعني ايه النهاية او الخاتمة المنطقية. يبقى انت هنا يا استاذ خدت اسم، وهنا خدت صفة، لان الصفة تصف الاسم وتأتي قبله، اتفقنا؟ كمل كده يا استاذ. رقم 2 the website is not الموقع قال لك making it easier for people، بيخلي الحاجة سهلة للناس to find and order products. ده user friendly، يعني الموقع ده استخدامه user friendly، مصطلح على بعضه. eating sensibly and taking regular exercise، انك تاكل وانك تعمل تمرينات بشكل منتظم، ده يا استاذ هو طريقه موصوف بيها. مثل ده معناها نهج، يبقى انا عايز صفه موصوف به، اختار كده الاختيار الثاني. The sun الشمس emerged قال لك from behind من خلف السحاب، illuminating تضيء الفار المزرعة. بيقول لك أجدادنا أو الناس الفراعنة هم علامة أو remarkable event، حدث موصوف به أو حدث لامع يعني، to glorify للمجد our ancient، تختار كلمة اللي هي الأسلاف ancestors معناها أسلاف. we are going to look طبعا اسمها لوك انتو معناها يبحث عن،
I'm gonna to have a new washing machine installed. بص هنا بقى يا استاذ القاعده، بص كده ركز معايا برضو. بص الجمله دي يعني ممكن انا اعاب عليها لسبب واحد، ان هي موجوده في اليونت اللي بعده اللي هي فكره الكوزيتيف. ادي هذا يا استاذ، ادي هنا المفعول اهو، يبقى انا اختار التصريف الثالث. وطبعا كلهم تصريف ثالث، هو بيعتمد لك على المعنى يعني. اختار كلمه انستولد، بيقول لك if you neglect your work، لو انت قليت في عملك it will be difficult to catch up، انك تلحق بيه. بيقول لك هنا ابويا او والدي my father advises me، نصحني to stop staying، نتوقف عن المذاكرة لما انا اشعر بالتعب. as my concentration، لان my concentration معناها تركيزي يا استاذ، ب declines او معناه يقل. you can carry، carry قلنا يا جماعة سائلينها اللي هي بتساوي continue او معناها يستمر، بتساوي go on. رامي بروميس، بروميس اسمها بروميس تو، انا شرحتها لك في الفيديو اللي فات اللي شرحت لك فيه الحاجات اللي بتاخد تو مصدر والحاجات اللي بتاخد اي ان جي. اي هوب، عندك فاعل يا باشا، مفيش فاعل خد تو مصدر. سوري اي ثينك، انا اعتقد ان اي فورجيت، ان انا نسيت تو برينج، ان احضر. طيب ليه بقى ده الحدث لسه ما حصلش؟ اتفقنا؟ ليه؟ عشان هو بيقول لك في الاول سوري، تمام؟ انما لو قال لك برينجينج يبقى هو نسى، بس هو نسى حاجه اعملها. اتفقنا؟ انا شرحت الكلام ده في الفيديو اللي فات. وير شود ذا thesis ستيتمنت، الثيسيس ستيتمنت بي restated، بتتحط in the conclusion في الخاتمة. which of the following structure incorrect، انا بدور كده اهو عشان ما اخفيش نفسي. طالما قال لك incorrect يبقى طرح الجملة الايه الخطأ، دور على الجملة الغلط، دور على الجملة الخطأ. يبقى استاذ الغلط هنا بيقول لك هنا I don't allow، ادي allow، ادي مفعول، ادي to المصدر، الجملة دي صح انا مش عايز. ضلت، ادي ليت مفعول، ادي مصدر بس، يبقى الجمله دي صح انا مش عايز. تعالى على الاخيره، ستوب مفعول فروم اي ان جي، يبقى دي صح انا مش عايز. عايز الغلط، يبقى الغلط هي الجمله رقم سي، اتس نوت ايزي تو جيت، ادي جيت يا استاذ. هنا ايه ده؟ ده ماي فريند، ده المفروض هنا عاقل، يبقى المفروض ان هو هياخد تو المصدر، تو زائد زائد المصدر، يبقى هنا يا استاذ اديني ايه، يبقى انت كده غلط هو التاني. نخش بقى كده يا استاذ علاء القطع. قلت لك يا استاذ انا بعلمك التكنيك او الميثود او الطريقه بتاعت حل القطعه، قلت لك عشان تحل القطعه اقعد اقرا الاسئله اهو، اقرا اقرا، مش تلاقي حد والله يبسط لك الدنيا يعني اسهل من كده. اقرا اللي يا استاذ الاسئله وبعدين ترجمها، ترجمها كلها، حتى الاختيارات كلها تترجم، الاختيارات يا مستر كلها تترجم. السؤال يتقرا الاربع اختيارات الترجمة، وبعد كده يا استاذ تبدا في الاخر بقى تبدا تقرا القطعه. اقرا القطعه وهو ده الصح يا جماعه، اللي انا بكلمك فيه ده الصح، اللي المفروض اللي انت تعمله. الناس اللي بتقرا الاول بقى دي هتلاقي صعوبه، وهتيجي في نص القطعه هتتوه ومش هيعرف يعمل حاجه. ده مين ايديا او الفكره الرئيسيه يا استاذ اللي في السكند باراجراف، يبقى انا عندي الباراجراف الثاني بروز اند كونز، مزايا وعيوب الاوفر بوبوليشن. يعني اوفر بوبوليشن يعني الازدحام السكاني، ولا ادفانتج المزايا بتاعت الازدحام السكاني، ولا ريزون فور، ولا اسباب الازدحام السكاني، ولا اسباب ونتائج الازدحام السكاني. ما اعرفش اللي انا وريتش مشكلة، ننزل على اللي بعده. طبقا للقطعة جوب تاكسيز، دي وظيفة بتعمل ايه؟ ده سيم ريت، تقييم للأوفر بوبوليشن، ولا زيادة بسبب الأوفر بوبوليشن، ولا ملهاش علاقة خالص بالأوفر بوبوليشن، ولا ديكريز بتقلل الأوفر بوبوليشن؟ معرفش. سينما، كلمة سينما معناها نفس المعنى كلمة نفس سينما، بيساوي برضه ذا سيم مينينج، ممكن يشيلها لك. انما عكسها لو قال لك انتونم او اوبوزيت يبقى ده عكس الايه؟ عكس المعنى.
كيرف لسه ما نعرفش معناها وما نعرفش هي فين حته، بس بيقول لك كده اكسبريس معناه يعبر عن، تيك اوت ياخذ، كنترول يتحكم، سايلنس اللي جاي من كلمه سايلنت اللي هو الايه الصمت. كلمه ات تشير الى الاوفر بوبوليشن اللي هو الازدحام السكاني، ولا الديفورستريشن فكره ازاله الغابات، انفيرمنتال دامج تدمير البيئه، ولا البلوشن اللي هو التلوث. معرفش برضه. The author المؤلف بليف بيعتقد ان دور العيله في حل مشكله ازدحام السكاني. خلي بالك انا ممكن اجاوب على السؤال ده من غير ما اجي للقطعه، مش تبقى عارف يعني. يعني السؤال خلي بالك القطعه بيبقى فيها اسئله عامه ممكن اجاوبها من غير ما اعرف، من غير ما اصلا ما اطلع للقطعه. السؤال ده انت دور العيله عشان تقلل ازدحام السكاني ده اللي هو فكره زياده عدد المواليد وعدد اللي تتحكم فيه يعني، حتى الدوله رايحه ايامت الطريق ده يعني اللي هو فكره تحديد النسل. بقول لك هنا moving to outskirts، كلمه skirts دي اللي اصلا معناها جيبه، لما بقول لك outskirts اللي هو تنتقل خارج، طب انت كده هتزود سكان مالهاش علاقه. building new house انت كده بتسبب ازدحام اكتر، يبقى دي بعيده عني ودي برضه بعيده عني. having a lot of birth زياده عدد المواليد برضه دي غلط، انا بقول لك عايز اتحكم، عايز solving، عايز احل المشكله. وهي يبقى انا ممكن اقدر، يبقى انا السؤال 20 يا جماعه حليته من غير ما الجا للقطعه اللي هي limiting تحديد the number of children عدد الاطفال، and planning والتخطيط، ده spacing between birth فكره مثلا انت تخلف السنه دي بعدها بثلاث اربع سنين، اللي هي فكره ايه بقى اللي هو planning the space between the birth بعد ثلاث اربع سنين تخلف مره كمان وخلاص تجيبهمش ورا بعض يعني. فانا كده حليت السؤال رقم 20 من غير ما احل القطعه، وده بيبقى مقصود. حتى القطعه اللي بعدها برضه هنحل فيها من غير ما القطعه بترمينا، ما عندناش بقى زي الاول يقول لك اه شوف دي موجوده فين وروح دور عليها في القطعه وانقل السطر كله، السطر اللي فوق والسطر اللي بعده. وصل الموضوع؟ يبقى انا استاذ ممكن احل من غير ما ارجع للقطعه، من غير ما اروح اقرا. بس طبعا بيعتمد على، دي بتفرق من طالب لطالب يعني، انك طالب ثانويه عامه وصلت لثالث ثانوي يبقى انت المفروض تكون على وعي يعني. Another solution حل آخر للمشكلة، providing opportunities توفير الفرص، ولا هنا أستاذ decreasing نقلل سن الزواج، ولا restricting the children marriage هي دي أستاذ، ولا conserving the natural resource. بص يا سيدي، إنك تحل برضه مشكلة زيادة العدد، بيقول لك هنا فكرة إيه تحريم زواج الأطفال يعني. أنت مثلا واحدة مبقاش عندها 16 سنة 17 سنة خلصت مثلا دبلوم زراعي او دبلوم تجاري فتروح تتجوز، بالنسبه للمجتمع تشايلد طفله، يبقى هي دي برضه. Another reason سبب اخر للازدحام السكاني برضه فكره the lack of female education عجز او نقص تعليم الفتيات. في اصلا حتى الجماعه بتوع الجغرافيا يقولها بياخدوها تقريبا. يبقى انا جاوبت يا استاذ على اخر ثلاث اسئله اللي هم 20 21 و22 من غير ما اطلع للقطعه. ولو انا عارف كمان كلمه كارب دي معناها ايه، هي معناها كنترول، معناها يتحكم، بس دي يعتمد بقى عليك وعلى حفظك للكلمات. كلمه ات طبعا القطعه كلها من اول حاجه بتتكلم عن اوفر بوبوليشن، يبقى ات تشير الى، انا ما جبتلكش سيره الانفيرمنتال دامج، ولا جبتلك سيره التلوث، ولا جبتلك سيره التصحر، يبقى هي بتشير الى الاوفر بوبوليشن. وصلت لك؟ انا كده جاوبت كام سؤال يا مستر؟ جاوبت من 18 و19 20 21 22، جاوبت خمس اسئله، خمس اسئله من غير ما اقرا القطعه يعني. مفيش اسهل من كده، ما حدش هيوضح لك اسهل من كده. طب انا هقول لك على حاجه تانيه، شايف السؤال اللي فوق ده؟ جاوبه لك برضه، بس ده بيعتمد برضه على حته انت عارف ولا لا. اتذكر في امتحان كنا في سنه ثالثه كليه، كان عندنا مادة اسمها ريدنج القراءة، كان جايب لنا قطعة في المادة ديت شبه دي بالظبط، مش فكرة قطع الثانوية العامة، بس القطع بتبقى دسمة أكتر وعدد الأسئلة اللي عليها بيبقى أكتر يعني. ممكن القطعة تلاقي مثلا عليها 20 سؤال ولا حاجة. برضه إيه، اتعاملت مع القطعة بنفس الطريقة، حتى كنا جايبين في المادة دي جيد جدا. يعني أنت الموضوع يا جماعة ذكاء، ملوش أي علاقة بالكتاب، اللي فيه سنس كده. انا افتكر كنت جايب 40 من 40 في الفرنسي، انا كنت فرنسي في ثانويه عامه وما حليتش يعني، ممكن
كنتش قوي في الفرنسي يعني، كان في ناس ياما قاعدين في الدرس اشطر مني، وانا عارف ان هم اشطر مني، بس ايه الفرق؟ الفرق ان انت بالسنس بتحل اصلا، انت ممكن ما تقراش السؤال اصلا، انت بتبص الاختيارات بس تعرف فين الاختيار. فيعني ايه، خليك كده يعني. تمام، انا برضو السؤال رقم اللي هو 17 ده انا هحله. يعني ايه بقى يا استاذ؟ يقول لك طبقا للقطعه، كلمه يا استاذ الجوب فاكنسيز اللي هي الوظائف بقى يا استاذ. بص يا سيدي، الوظائف انت النهارده دفعه مثلا بتطلع 2000 واحد، فانت عندك 100 وظيفه، فبالتالي ال 2000 دول هم لو كانوا 200 او لو كانوا 100 او لو كانوا 50، يعني كل ما كان عددهم قليل كل ما كل الوظائف هيملوا كل الوظائف، انما انت بتتكلم في 2000 قصاد 100 وظيفه في المجتمع. يبقى يا استاذ الوظائف الشاغره ده يا استاذ، او الوظائف المتاحه اللي موجوده بتقل بسبب معدل او بسبب زياده السكان، يبقى decreases because of overpopulation. يبقى job دي يا استاذ متعلقه، انت عارف معناها ولا لا؟ دي معناها يا استاذ الوظائف الايه الشاغره او الوظائف المتاحه. يبقى الوظائف دي يا استاذ بتقل بسبب ايه؟ decrease، او هي يا استاذ الوظائف دي بتقل بسبب ايه؟ الاوفر بوبليشن. تعالى اول سؤال، ايه الفكره الرئيسيه في السكند باراجراف؟ ده السؤال الوحيد اللي انا اضطر اروح اقرا السكند باراجراف. الباراجراف الثاني بيقول لك انذر، هنا بيبدا يا استاذ ب انذر الافكت از كلمه مال نيوترينز اللي معناها سوء التغذيه، و starvation اللي هي معناها المجاعه، و there are processing يبقى هنا ده برضه سبب، يبقى ده reason يا استاذ، ده reason لل overpopulation. تمام، برضه عشان هيكلمك هنا عن الريزلت يقول لك يبقى ده احنا خدنا هنا سبب صح، طب ايه نتيجته؟ نتيجته قال لك most importantly have shortage، برضه هنا فكره نقص الميه. تمام، the best measure family planning، ويكلمك هنا برضو على الحل. تمام، وقال لك هنا برضو الحكومه يجب انها تعمل ايه لو على ذلك ان التعليم بيسقط. يبقى هنا يا استاذ كلمك على الريزون الاسباب، وكلمك برضو عن النتيجه بتاعت الاسباب دي. يبقى انا هختار هنا الاختيار يا استاذ، هختار الاختيار دي، اختيار ايه؟ الاختيار دي اللي هو اخر واحد. تمام كده يا استاذ حليت القطعه بذكاء، وما احتجتش ان انا اقرا لك المفيد. القطعه الثانيه نفس الفكره برضه يا استاذ، يعني القطعه الثانيه زيها زي القطعه الاولى بالظبط يعني، بس القطعه الاولى ممكن يعني ايه نرجع للقطعه نقراها ازاي، ايه اتبع القواعد اللي انا قلتها لك يا استاذ، ايه اقرا القطعه كلها، اقرا جميع الاسئله اللي في القطعه، ايه اقرا ترجم كل الاختيارات، وهتحل اسئله من غير ما تحتاج الى انك ترجع تاني لتقرا. يقول لك ذا بيست تايتل، افضل عنوان، ركز بقى كده حول القلم، افضل عنوان للسي، افضل عنوان للكلام ده. قال لك ماي لايف حياتي از هارد اند اي كانت كو، ان انا مش عارف اتواصل فيه، ولا اولمبيكس الالعاب الاولمبيه اند هاو تو ازاي ابارتيسيبيت ازاي اشارك فيه، ولا ان الناس اللي بيلعبوا الالعاب دي بيعانوا طول الوقت، ولا هنا بيقول لك سارة رودفورد وانترناشونال اسلت. سارة رودفورد ده اسم شخصية عرفتها منين؟ لأن دي بتبدأ بكابتل ودي برضه بتبدأ بكابتل. انترناشونال اسلت ده لاعب قوة دولي، لا يبقى أنا لسه مش هقدر أحدد دلوقتي، ده ما أقدرش أجاوب عليه كده، لازم أرجع للنص. بيقول لك إن ذا تكست في النص، ذا رايتر الكاتب ايمز تو يهدف إلى، إنه بيدي النصيحة للفيميل رانرز العدائين أو الناس اللي بتجري، ولا هنا استاذ تاني واحدة بيشتكي بشأن ضعف او نقص او عجز الوقت للجري، ولا بيظهر how difficult ازاي الصعوبة دي الرانرز كان بي استطيع انه يعملها، ولا describe fitness بيوصف الفيتنس تريننج بروجرام البرنامج التدريبي للفيتنس او اللياقة البدنية. ما اقدرش برضه اجاوب. بلاك رايتر الكاتب، بس هنا بيكسبني اللي انا بدات ادي ملامح عن القطعه، القطعه بتتكلم عن ايه، بدات بدا يكون عندي فكر القطعه بتاع فين وجايه منين.
رايدر جيف اب رانينج، جيف اب معناها يطلع عن الجري، الكاتب يعني بطل يعني ستوب، يعني ستوب رانينج ات ذا ايدج اوف 25، في عمر 25، ان هو كان بيعاني من جرح، ولا هو كان عنده طفل يعتني بيه، ولا وانت ستادي ات كوليدج، ولا شي واز وركينج فول تايم، كانت بتعمل طول الوقت. ده برضه ما اقدرش اجاوب عليه. انزل تحت بقى استاذ على السؤال ده، بس انا خدت فكره برضه. يبقى الفكره ان انا كان عندي عداء، العداء ده في ميل وقفت عن الجري صح، لاسباب، الاسباب دي واحده من الاربع اختيارات اللي انا جاوبتهم او اللي انا قريتهم. يقول لك لو الرايتر، لو الكاتب جوينتس التحق باولمبيك ستيم، هي الثينكينج هتفكر في تريننج مور ات ويك اندز، تتمرن في نهايه الاسبوع، ده كده الاختيار الاول، ولا سيندينج مور تايم ات هوم، تتمرن في البيت، جيفنج اب تقلع عن الوظيفه الحاليه، تعمل شيفت كارير يعني او كارير شيفت، ريديوسينج انها تقلل هير اور اورز، لسه برضه ما حددتش. ذا رايتر يا استاذ الكاتب قال ان الامبلايرز الموظفين pay for some of her equipment، بيدفعوا لبعض المعدات، ولا wants to her work at weekends، عايزينها تشتغل في نهاية الأسبوع، ولا would like her to give up running، ولا allow بيسمح لها في الفري تايم فور رانينج. لسه برضه كلمة everything كل شيء بتشير إلى إيه؟ بص هنا بقى بيقول لك سارة لايف، بص هنا بقى الدنيا بدأت تفتح، يبقى أنا بتكلم عن واحدة اسمها سارة صح؟ سارة لايف، حياة سارة اللي بتحتوي على الورك العمل والسبورتس والرياضة، ولا حياة سارة اللي فيها ماريج وعمل، ولا حياة سارة اللي فيها هاوس وورك عمل المنزل وورك وعمل شغل، ولا حياة سارة اللي فيها سبورتس روتين. يبقى لازم اقرا ايفريثينج، بس من خلال بقى السؤال ده اللي انا عرفت اللي انا ممكن كده اقدر اجاوب على افضل عنوان للقطعه اللي هي كلمه ساره وهي انترناشونال اسيت. يبقى انا كده جاوبت السؤال الاولاني من خلال قرايتي للنص. يا جماعه ده تكنيك ودي مدرسه، انا بتبع المدرسه دي، انت ممكن تخالفني فيها في الراي. لو انت بتخالف في الراي انت تقدر تستمع او تفولو للرولز بتاعت التيتشر بتاعتك، التيتشر اللي قالك عليها، انت حابب التكنيك او حابب الطريقه اللي انا بستخدم فيها انت ماشي بيها. انا مش بفرضها على حد، عشان ما الاقيش برضه ناس بتقول لك انت بتحل غلط. لسه النهارده والله صاحي على تعليق نص الحل اللي انت حله غلط، يعني انا مش فاهم، يعني بيني وبينك نموذج ومنطق، يعني نموذج اجابه وفي نفس الوقت منطق افهمك بيه المعلومه. بلاش التعليقات اللي هي تضايق دي، يعني احنا مش بنقدم حقائق، انا بشرح لك تيتشر وستودنت، مدرس وطالب، انت قاعد بتسمع وقاعد بتحل وقاعد بتسجل ملاحظات ورا الاستاذ بتاعك، ماشي؟ يعني احنا مش ناس بنطلع نقول اي حاجه، يعني احنا دارسين الكلام ده. تعالى بقى كده يا استاذ السؤال 29. Which of the following the best title for description of writing؟ ايه افضل وصف للكاتب؟ يقول لك هنا يا استاذ الاسلت هو فكره لاعب القوى اللي hasn't won، اللي ما فازش بمسابقه مهمه because of، بسبب الضغط العيله والشغل، ولا المراه اللي وضعت امشن طموحها انها تفوز بالمسابقات قبل her duties واجباتها كأم. وهنا برضو بيوضح لك افضل وصف، يعني احنا برضو محتاجين نقرا للاخر. تعالى كده اخر حاجه بقى عشان نبدا نقرا القطعه، القطعه دي محتاجه تقرا. بس انا نفس معنى كلمة ديموند، كلمة ديموند زي ما تطلب اللي هي معناها يحتاج، يبقى برضه ده تاني سؤال انا جاوبته وانا في بعتمد فيه على النولج، بعتمد فيه على المعرفة بتاعتي، مش محتاج ارجع للقطعة. فانا كده جاوبت لك سؤالي. تعالى بقى للقطعة دي، لان القطعة دي اسئلتها يعني غامضة شوية، مش زي القطعة دي. بص بقى واحدة واحدة كده معايا. القطعة وانت بتقراها يا مستر هتواجهك بعض الصعوبات. صعوبات ايه؟ انا دلوقتي افكر بفكر طالب في ثالث ثانوي، تمام؟ لحظه كده عفوا. واحده واحده كده يا مستر بقى معايا، نبدا نقرا القطعه. بيقول لك هنا اف لو when you hear the word، لما انت تسمع كلمه national athlete، لاعب دولي
لاعب طبعا العاب القوى دولي، قال لك يو ماجين انت بتتخيل رانر ان اكزوتيك، هنا ممكن يكون الاسكانر مش موضح الكلمه دي، اسمها لوكيشنز. تمام، هنا ايه هنا إيه؟ قال لك انجويينج تستمتع لايف ان فايف ستار هوتل، في ناس بتستمتع بحياتها في فندق 5 نجوم. ثينك اجين، تفكر تاني، اي وان انا فزت ب طبعا دي اسم جايزه ليه يا مستر، هي اسم جايزه لان دي كابتل والام كابتل. دوبلين ارا في الماراثون اند ذا يوروبيان جيم، طبعا والجيمز الالعاب الاوروبيه. اند اي ناو وونت تو وين ا بليس ان اولمبيكس جيمز. اي اولسو هاف ديموندينج جوب، انا برضو عندي وظيفه. ا فاميلي لايف تو اورجنايز، انا دلوقتي عداء وفي نفس الوقت عندي وظيفه وفي نفس الوقت فاميلي لايف، حياه ايه؟ حياه عائليه. طب استنى، ماي لايف، حياتي از اكسايتنج، حياتي مثيره. بات اي دونت لايف ان، ولكن انا مش عايشه في في امتعه يعني. اي ام، انا مين بقى؟ ساره ريدفورد. يبقى ده مين اللي بتتكلم اللي فات ده كله؟ ده كده اسم الشخصيه اللي اسمها ايه؟ اسمها ساره ريدفورد. ريدفورد قال لك ماي رود، طريقي تو ذا توب او حياتي يعني للتوب للقمه، واز نوت وات يو مي اكسبكت، مش زي ما انت ممكن او ربما تتوقع. اي رين، انا جريت انتل اي ام 16، لحد ما انا كان عندي 16 سنه. كامل كده استاذ. then went to college، رحت للكليه. بعد كده and I got married، كان اتجوزت. at في عمر 25 سنه I made a comeback، رجعت تاني. that year، هذه السنه، my daughter، ابنتي was 4، كان عندها 4 سنين. and though fittings a full time job، حياه مليانه بالشغل. family and running was not easy، العيله في نفس الوقت الجري ما كانش ايه، ما كانش easy بمعنى سهله. I was managing، انا كنت بتحكم في it all fine. then I had to stop، بعد كده اضطريت ان انا، او كان لزاما عليا ان انا اتوقف. لما انا رجلي او my left knee، لما ركبتي الشمال وجعتني او اتعورت فيها وانا بجري. I started back again، رجعت تاني a year later، بعدها بسنة. And I am now running really well. I am pleased، أنا pleased أو glad أو happy that I am now performing at a high level، وصلت لمستوى أعلى. But I know، ولكن أنا that if I make it the Olympic team، there will be more training to do. في حاجات يا أستاذ إن أنا أعملها. قال لك I may have decided، قررت إن أنا أشتغل only part time، جزء قليل. يبقى هي تعمل حاجة اسمها balance، زود الكلمة دي عندك لو أنت متعرفهاش، يعني توازن، بتوازن ما بين الأمور. قال لك then until midday، لحد نص اليوم، and get somebody to help with housework، خلي حد تاني يساعدني زي كده servant، خادمة في أعمال الإيه؟ أعمال المنزل. You have to make a opportunity، لازم تديك opportunity، تاخد الفرصة، تكمبليت ان أولمبيك كيس. قال لك when it comes، لما جت. قال لك because you don't know، أنت ما أنتش عارف if it will ever come again، الفرصة لما بتجي لك مش عارف ممكن هي تيجي تاني ولا لأ. For a moment، للحظة. Training has to fit around everything، كل شيء else in my life، في حياتي. قالك I usually، أنا عادة بجري to work أو into work، للعمل، near 8 meals، لتمن أميال، along a main route، خلال الطريق. And my running shoes and الحذاء بتاعي and track suit، الزي أو البدلة بتاعتي يعني. Then I quickly change
انتو ومايروم، وبعد كده انا بعدها اعتبر بمثابه تريننج، بمثابه اللي هي بتجري وهي رايحه للشغل قبل ده براكتس، بعد كده بتغير ليونيفورم الشغل، الموظفين اعتادوا على كده. They are also understanding، وهم برضو فهموا about the demands، عن ال demands اللي هي المتطلبات of life as كلاعب ألعاب قوة، which means I don't work، اللي يعني إن أنا ما اشتغلتش at the weekends because of my race، بسبب الريس. تعالي أنا بقى أستاذ الأسئلة بقى اللي إحنا ما جاوبناش عليها كده بسرعة. In the text هي بتهدف إلى the aims، the writer الكاتب aims to بيهدف إلى give advice، يعطي نصيحة للـ female runners، ولا بيشتكي من ضعف، ولا بيظهر إزاي الصعوبة. لا، يبقى هي أستاذ بتعمل إيه؟ ولا describe بتصف her fitness training program، البرنامج بتاعها. يبقى هنا أستاذ الدنيا دي بتتكلم عن إيه؟ يبقى هو هنا بيشو difficult أو بيظهر difficult اللي هي الصعوبة، يبقى 24 الاختيار C، 25 الكاتب وقف 25 سبب، لأن هو طبعا كان بيعاني من جرح اللي هي فكرة الإصابة. يبقى هنا 25 هتختار إيه برضه؟ 26 لو الكاتب التحق بالأولمبيك جيمز، هي هتفكر في إنها تقلل عدد ساعات العمل، reducing her work hours، إن قال لك هتشتغل بارت تايم اللي هو نص الوقت. الكاتب قال إن employers allows her free time for training، بيدوها أو بيسمحوا لها بالتريننج. everything هنا بتشير إلى حياتها اللي فيها الزواج والعمل. which of the following، ايه من الجمل دي بيصف؟ بيصف اللي هي excellent runner، اللي فازت بأرقام بفضل كثير من العمل الجاد. يبقى هنا تختار 29 الاختيار دي، اللي هو excellent number runner who has won، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار دي هو الصح. طبعا ال 30 حلتها معاك. القطع ال translation سهلة، نراجعها مع بعض بسرعة. جملة 31 الاختيار الأول، لان هنا استاذ ليه هنا طلعت ده بره؟ لان انا عندي هنا زي ما انت متفق معايا ونحلها يا استاذ، ان انت بتشوف المختلفه وبتطلعها بره، وبتدور على بتشوف الدنيا هنا تبقى ماشيه ازاي. انت راجع مع نفسك كده بسرعه، تشيك سريعا للترجمه. يبقى 31 الاختيار الاول، 32 بقى برضه يا استاذ هنا بين، هنطلعها بره الموضوع، سي مش معانا. This shows that happy people longer life healthier and more. عندك كلمة هنا ايه؟ عندك كلمة success، success، successful. لا، يبقى انا هختار successful اللي هي الصفة. يبقى انا هختار 32 الاختيار دي. هنا تطبيق، هنا بقى تضطر تقرا لان هنا الدنيا مختلفة شوية. فانا بقول لك achieving، achieving ده اصلا معناها تحقيق. يبقى انا لو انا بفهم هقرا كده ان achieve ده معناها تحقيق، يبقى انا راح اختار الاختيار الايه؟ الاختيار الاخير. تمام. 34 هنا برضو افلام العنف لها تأثير، هتحذف طبعا كلمة ايجابي. هنا سلبي يا استاذ، على هتحذف مظهر، هنا سلوكات الاطفال وتجعلهم، هنا بقول لك ايه؟ يكرهون، وهنا شديد العنف. يبقى هرجع لنص الجملة الاصلي يا استاذ، يبقى هنا هخليها ذيب اكستريملي، هنا معناها للغاية. يبقى هنا نختار الاختيار انه الاختيار ج، اختيار ايه؟ الاختيار ج. تمام. يبقى ايه لك كده القصه؟ القصه زي ما انا قلت لك احنا بنحلها على قناه اسمها طلب تربيه. القناه ديت لسه في بدايتها، برضه هسيب لك اللينك بتاعها وهتظهر لك دلوقتي. انت تسبسكرايب للقناه دي من باب السبورتنج لنا يعني. تمام. احنا كده خلصنا يونت 5. يونت 6 ان شاء الله اللي بعده هيبقى 3 حصص، 1 و 2 و 3 و 4 و 5، واللي هو الليسن بقى والاوبن والتيست والاوبن بوك. ويبقى لنا كده في الترم ده حصتين اتنين. الحصة الأولى البنك الأسئلة بتاع أول 3 يونتس، أنا هشرح وأعيد تاني أول 3 يونتس وأحل معاك بنك الأسئلة، وبعد كده ال 3 يونتس اللي بعدهم، وبعد كده نقعد بقى مستر شهر الكتاب سينيور اللي أنا قلت لك تشتريه، ما تقلقش إن شاء الله هنحله مع بعض. تمام. حاول تلم نفسك، الدنيا سهلة، الدنيا أبسط مما تتخيل.
6 يونتس الترم الاول، ليونت جرامر وفوكاب دي نفيسه خالص، تابع واحده واحده وان شاء الله حط في دماغك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. احسان العمل ده محتاج ترتيب، محتاج تنظيم للوقت، محتاج انك تفهم نفسك، محتاج انك تعرف انت عايز ايه من الدرس قبل ما تذاكره، محتاج انك تفهم السؤال وترتب نفسك، محتاج ترتيبك جامد، محتاجه ترتيب عشان توصل للاحسان. تمام، وقول ان قول كل اللي يجيبه ربنا ليك هو كويس، سواء كان انت شايفه حاجه وحشه او انت ما انتش عارف ميزتها دلوقتي. تمام، كده خلصنا، وان شاء الله البريك برضو كده، ونحاول نخش في يونت 6 على طول ونصوره على طول.